دلوقتي خلونا نروح بقى جولة في المحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت فيها، زي تطورات مبادرة رئاسية لعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة في المنيا، وافتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالفيوم بقيمة 440 مليون جنيه. أخبار تانية من الكهلية والغربية وكمان من أسوان، خلونا نشوف التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح في المحافظات، خلونا نبدأ من محافظة المنيا اللي تم فيها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 12 ألف طفل من حديثي الولادة ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال. في أسيوط شهدت جامعة أسيوط افتتاح معرض تشكيل لوني اللي بيستهدف رفع الوعي الفكري بين الطلاب والطالبات والتأكيد على دور الفن في الارتقاء بالذوق العام، وتم تنظيم المعرض بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط. في الغربية حصدت مديرية التربية والتعليم 5 مراكز على المستوى الجمهوري في مسابقة الكاريكاتير بمركز تنمية القدرات والمواهب الصحفية على مستوى الجمهورية. في الدقهلية احتفلت جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 سنة على إنشائها وتميزها في التصنيفات الدولية، وخلال الاحتفالية تم تكريم رؤساء الجامعة ونوابها السابقين. في الفيوم تم افتتاح عدد من المصانع الاستثمارية بمنطقة الفتح الصناعية بكوم أوشيم بقيمة 440 مليون جنيه، وده ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي. في سوهاج افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة معرض كامب الحرف والمشغولات اليدوية الأول تحت شعار إيدك بتطلع ذهب، واللي بينظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالحرم الجامعي القديم. بكرة في أسوان هيتم إطلاق ملتقى أسوان الصناعي الأول أو أسوان إيجي بروسس بمنطقة أرض المعارض. الملتقى ده بيعتبر الأول من نوعه على أرض المحافظة، وهيشهد مشاركة كبيرة لأكثر من 30 عارض و3000 زائر.